لم تكتفي روسيا وإيران باستباحة القواعد العسكرية في سوريا، بل إن النظام أبدى استعدادا لرهن كل ما يبقيه على الكرسي. تفاصيل أوفى في التقرير. بيع أراضي سوريا ورهن مقدراتها الاقتصادية، موهبة خبرها حافظ الأسد خلال مرحلة استيلائه على السلطة، موهبة أورثها لنجله بشار. فقد أبرم الأسد قبل أيام سلسلة صفقات منح من خلالها أولياء أمره روسيا وإيران ميزات استراتيجية واقتصادية مقابل الخدمات التي يقدمها كلا البلدين لتثبيت حكمه، حيث أبرم مع طهران 5 اتفاقيات دفعة واحدة وصفت بأنها أكبر صفقة اقتصادية في تاريخ سوريا، والتي ستمكن ملالي إيران من إقامة مشاريع استثمارية كبرى تشمل قطاعات الاتصالات والزراعة، ولعل أخطرها استيلاء إيران على ميناء في الشواطئ السورية، في خطوة تمهد من خلالها إيران لإعادة إمبراطوريتها المزعومة في المنطقة، خصوصاً أن ضابطاً إيرانياً صرح مؤخراً بأن أهمية تلك القواعد تضاهي أهمية التقنية النووية بعشرات المرات. روسيا أجبرت الأسد قبل أيام على إبرام اتفاقية مدتها 49 عاماً لتوسع وجودها العسكري في المياه الدافئة عبر السيطرة الكاملة على قاعدة طرطوس، حيث بموجبها يحق لها إرسال أي أسلحة وذخيرة بما فيها النووية. وقبل ذلك بعام وقع الأسد على اتفاقية تعتبر عقد إذعان بكل ما تعنيه الكلمة من معنى، تسمح بنشر القوة الجوية الروسية في سوريا لأجل غير مسمى، إلى جانب اعتبار قاعدة حميمين بريف اللاذقية أرضا روسية لا سلطة سورية عليها. لكن في المقابل يدرك الشعب السوري أن متاجرة الأسد بمقدراته الوطنية من خلال رهن القطاعات الاقتصادية لروسيا وإيران عبر اتفاقيات اللحظة الأخيرة هي اتفاقيات مرتبطة طردا بعمر بقاء بشار الأسد في السلطة. أهلا وسهلا فيكم غسان وعمر، ورح أبدأ معك غسان. بداية التوصيف اللي شافه التقرير لهذه الاتفاقيات بأنها اتفاقيات اللحظة الأخيرة، فعلا اقتربت النهاية؟ موضوع اتفاقيات ما بظن هي اتفاقيات لحظة أخيرة، بالنهاية هي قصص بتكون محطوطة ضمن استراتيجية طويلة الأمد. نحن عم نحكي عن قاعدة عسكرية جديدة، روسيا أولا عززت قاعدة طرطوس القديمة واحتلت مطار حميمي، والآن ضمن هذا العقد الأخير تقريبا استملكت مطار حميميم ل 49 سنه قابله للتمديد دون مقابل، وهذا عار يلحق بنظام الاسد. وايضا روسيا تستطيع وضع وفعل ما تشاء دون محاسبه دون ابلاغ الجانب السوري بمحتويات القاعده، يعني ممكن بكره يصير في طيارات اسرائيليه تحل بهذا المطار تحط بهذا المطار، بالنهايه صار قطعه روسيه، يعني بتخترق السياده. هلا طبعا السياده مخترقه يعني منتهكه بالحد الاقصى. بالنسبه لموضوع الاتفاقات، هي انا بشوفها يعني سباق بين الطرفين الداعمين للنظام على تحقيق مكاسب. بس مو اتفاقيات اللحظات الأخيرة، احنا بنحكي عن بالنسبة للنظام، بمعنى انه استنزف كل دور ممكن كان يقدمه. النظام النظام عم بيحاول يستغل كل موارد الدولة بما فيها يعني بيع اجزاء من الدولة من اجل الحفاظ على الكرسي. يعني هو استنزف خيرات الدولة، طيب جيش الدولة، لذلك الان يحاول تقديم ربما عروض جديدة لإيران وروسيا من أجل زيادة الدعم. لكن أنت مو شايف اتفاقات لحظات الأخيرة؟ لا ما نتفائل بهي اتفاقات معدة متفق عليها مسبقا. بدنا نسمع عمر دفاعه عن هالمسألة، هو يعني هي كانت وجهة نظره وتعبيره حتى بالتقرير. يعني عمر بالمقابل مسألة هاي غسان مسألة مو اتفاق لحظات أخيرة، نكون واقعيين أكثر. النظام بس أنا فعلا بيخطر ببالي، وهيك بدي أقول له لغسان، بأنه ماذا تبقى أصلا الكرت اللي ممكن يعني اللي يخلي النظام يعمل أي دور وظيفي بالنسبة ل وكلاء او مشغلين. هي هون، لانه انت هلا وصلت لمرحله، اول شيء ايران وروسيا كاحتلال مباشر صار في عند الاحتلال المباشر وسيطره على الاراضي، سيطره على مدن، سيطره على ميليشيات، كل 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 طرف له ميليشيات. وصار هلا فبشار الاسد شو صفي؟ ونحن تعرف احنا من قبل حاكين وصار في كثير راي انه بشار الاسد صفي مجرد ميليشيا ضمن هالميليشيات هي اللي مسيطر عليها روسيا وايرانيا. هلا الاتفاقيات وتوقيتها ليش هن عم ينقال على عنا اللحظه الاخيره؟ لانه توقيت الاتفاقيات اجى بحيث انه ايران حست او ترجم المعنى انه كانه عم يسترضي ايران على ارضيه شيء اللي صار عن حكي انه خلاف ايراني روسي كذا، انه عم يسترضي ايران
تمام، او عم بيأرجي روسيا انه انا كمان بحسن امنح، انه لسه انا في عندي سلطه المنح، بحاول يناور بين ال عم بيلعب على بين الاثنين. ورجع لروسيا قال لهم تعالوا انتم تبع موضوع بس بمعنى قرطوس. عمر النقطه بمساله الاتفاقات اللحظات الاخيره، انت برايك هو ما عاد في دور وظيفي لهذا النظام يخدم فيه المشغلين كانوا بموسكو وبايران؟ هو دوره حاليا بوجهه نظري انا بقاء، يعني هي الاتفاقيات لحتى يتم تنفيذها يعني بقاء. اذا النظام سقط فهم القيمة لهي الاتفاقيات لحضان؟ ايه برأيك؟ انا برأيي طبعا لا، لانه وقتها بتصير في شرعية الشعب السوري، الشعب السوري هي ارضه، هو ما وافق. هذا كلام ممكن كثير من السوريين يكونوا بيقتنعوا فيه بانه هاي الاتفاقات بلحظة هي تسقط مع سقوط النظام. انت غسان تشوف هاي الرؤية يعني توافق معها؟ بتركي يقولوا مع الاسف، مع الاسف انه اتفاقيات قانونية موقع حسب المواقيت يعني حسب المواثيق مع كل التصريحات الدولية عن هذا النظام الصحي. تصريحات ما لها قيمة، تصريحات إعلامية، تصريحات لرأي عام، تصريحات لخداع، ربما يعني رأي عام لخداعنا نحن، لكن بالنهاية قانونيا الأمم المتحدة فيها علم النظام، بشار جعفري يشغل مقعد سوريا في الأمم المتحدة، مقعد الهزيل لجامعة الدول العربية الهزيلة أيضا منح للمعارضة 3 أشهر سحب منها، يعني لذلك في قمة قطر فقط، وفي القمة اللاحقة بالكويت سحب المقعد بطلب مصري وبعض دول الخليج. لذلك لا يوجد شرعي حقيقة للمؤسسات المعارضة، هذا أمر مؤسف، لكن عندما نتحدث عن توصيف قانوني يجب أن نكون واقعيين. الاتفاق حميميم 49 سنة بدون مقابل، اتفاق مخزي بكل المعايير، وستدفع ثمنه الأجيال اللاحقة، لكنه بالنهاية اتفاق موثق قانوني شرعي. ربما يعني تستطيع سوريا القادمة في حال نشأ نظام لاحق بعد سنوات، يستطيع نظام ديمقراطي معني بمصالح الشعب السوري أولا، يستطيع ربما التشويش على هذه الاتفاقيات وإعادة النظر فيها، أو على الأقل تخفيف من بعض بنوتها المذلة. يمكن ضمن البنوت في مذلة يعني الإبطال هو لابد أنه يكون قبل بإشعار قبل عام على الأقل، طبعا هذا بعد اكتمال 48 سنة. في شيء مذل أكثر، تخيل حازم يعني أنه الاتفاقية بتمنح روسيا ادخال اي شيء الى القاعده دون ابلاغ السلطات الروسيه، يعني ممكن بكره تشوف طياره اسرائيليه عم تحط في هذا المطار، ممكن تشوف مكان نفايات نووي، ممكن يكون اي شيء مسيء للدوله السوريه للشعب السوري. بس 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 كل ضمن هذا الاتفاقية. في شغله هلا انت بهيك حاله لما يصير تغيير بالنظام بتيجي هاي الدول مثل روسيا وايران اللي بيكونوا عاملين اتفاقيات مع هالدوله هاي، بيجوا بيشترطوا على الحكم الجديد انه نحن بدنا احترام للاتفاقيات. هلا كلمه احترام الاتفاقيات تعني انه الحكم الجديد قادر على ابطال هاي الاتفاقيات، وهو هذا رهانه هو بشار الاسد، انه طالما انا موجود هاي الاتفاقيات شغاله، اذا انا رحت اتفاقيات التغيير هي نقطه. فعلا نحن ما بنفوت يعني بجدل قانوني، قد يكون في بعض التفاصيل، بس انه حسب تجارب الشعوب كل ثوره بتجي بتقوم الاتفاقيات اللي بتعتبرها وهي فعلا مذلة بتوقفها، لأنه أنا مالي مضطر إني أمشي إذا ديكتاتور باع البلد بيجي أنا خلاص. طب بمعنى تاني عمر، يعني حتى الجمهور المتبقي اللي يفترض أنه أنصار للنظام، هن حتى هن ما بيستوعبوا مسألة أنه هي البلد مباعة بشكل أو بآخر، جاز تعبير صارت لأطراف خارجية احتلال يعني. هلأ بيعرفوا ومدركين ومنسجمين للأسف، لأنه أنت بالأخير ببساطة حازم أنت لما ترضى بديكتاتور مثل مجرم مثل بشار الأسد، يعني إذا ترضى بواحد قاتل 500,000 طب شو بيضرهم عمر إذا ما نحكي مصالح؟ شو الوجهة نظر اللي تنطرح بأنه هذا شيء فعلا مضر، هذا الشيء بما يسمى احتلال، هو بالنهاية في استنزاف لطاقة البلد يعني. إيه هلأ أنت عندك يعني مثلا هلأ بالنسبة لإيران لما تيجي تاخذ الخليوي، لاحظ اللي ما اعترض أو اللي ما فكر ليش رامي مخلوف أخذ الخليوي بسوريا ما رح يفكر هلا ايش ايران اخذت الخليوي. تمام؟ لانه مثل ما رامي مخلوف اخذ الخليوي واخذ اكثر القطاعات ربحا اخذ امتيازات. بس هذا التشبيه نفسه بدي انه غسان فعلا البعض ممكن يشوف انه حاليا هذه الاستثمار بشكل او باخر اللي عم تمارسه اما جهات روسيه او ايرانيه على حساب النظام او تواطؤ النظام هو يعني استبدال دور كان يقوم فيه حدا مثل رام مخلوف وهالمجموعه هاي المستفيده. بس ما فينا نسلم بهذا التشبيه. بالنهايه يعني شركات اللي عم تصير رامي مخلوف او غيره من اركانه هي بالنهايه شركات سوريه، يعني لو كانت الثوره نجحت بشكل سريع في عامها الاول او الثاني استحوذت على هذه الشركات. الخطير في الموضوع والجديد في الموضوع هي عقود مع شركات ودول،
الدول تشتري حصص داخل سوريا، هذا أمر سيادي خطير جدا، سواء العقود التي تعطى لإيران. في شيء كمان كثير ما كثير عم نقدر نحكي فيه لأنه ما عندنا كثير وثائق، أنا بشوف في أي اتفاقات معلنة فقط هي جزء صغير من اتفاقات غير معلنة. يعني روسيا ما ممكن ترضى بس في قاعات تحميمين بعد هذا التدخل، بعد المليارات اللي ضختها، خساره جنود وطيارات، ويعني اتفاقيات غير معلنه، غير معلنة حتى مع ايران. ايران عم تغلغل بسوريا من 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 عهد حافظ اسد، لكن كان في نوع من الكنترول اكثر، كان في نوع من النديه اكثر. رح نجي على هذا، هاي المقاربه بين اليوم صار في بيع واضح لايران، يعني قاسم سليماني له سلطه على اكبر جهاز مخابرات، هذا امر علني. روسيا تستدعي بشار اسد استدعاء الى موسكو، ذليل وحيد وزير الدفاع الروسي ياتي الى دمشق ويستدعي بشار الى احد الاقبيه دون ان يعلم من سيقابل، يعني هذا ذل كبير في نقطة يؤثر على كل الاتفاقيات التي لا نعلم بها حتى الان. بذكر مساله اعلان هاي الاتفاقيات، ويمكن كان في حديث سابقه بالدردشه قبل عمر موضوع اعلان هاي الاتفاقيات، مبرر اعلانه انه ممكن يضل سري، في فعلا في مبرر لهي المساله؟ هلا انت هون في عندك مستويين، المستوى الاول ترجع بالذاكره ل 30/9/2015 سنه الماضيه لما بلش العدوان الروسي. بعد ما بلش العدوان الروسي بحوالي شهر او شهرين، روسيا سربت او كشفت بكل بساطه بنود الاتفاق او المعاهده او ما كانت مضطره اللي كانت عاملتها مع النظام السوري، اللي هي طلع تاريخها مؤرخه بشهر اب وموقع عليها، يعني انه مش هي مسوده او اقتراح، لا اتفاقيه خالصه موقع عليها من قبل روسيا ومن قبل النظام بشار الاسد. فوقتها كثير في ناس استغربت ومحللين انه ليش تم فضح هذه الوثيقه، لانه عاده مثل هذه الوثائق اللي بتحمل اذلال للطرف الاخر تؤجل تفضح لاحقا، اما الروس لا، من اول شهر قالوا نحن هاي الاتفاقيه معه. شو الهدف؟ الهدف وقتها قال انه روسيا عم تحاول تقدم وثيقة قانونية أو تبرير قانوني لعدوانها على سوريا. لكن من وجهة نظر ثانية، أنت لما تشوف بعدين تتالي الأحداث تنتبه مثلا للتقارير تنزل بروسيا اليوم بوسائل الإعلام الإيرانية، هذا بنقض كلام كنا نحكي فيه شوي من شوي عمر، معناته في هدف بأنه هاي المسألة ليست مرتبطة فقط في هذا النظام، هاي مسألة قانونية مرتبطة باتفاقات، مثل ما كان بيحكي غسان أنه في عندك هيكل موضوع شرعي. هن لما بيجوا بتتابع حكيهم فهن على طول بيقولوا نحن عملنا ونحن وقعنا ونحن كذا ونحن كذا. هلا عندك هدفين منهم، اول شيء عم يحاولوا يقولوا للعالم انه نظام بشار الاسد هو بعده حكومه. طيب تمام. الشيء الثاني هو الشيء غير مباشر، رساله لنا نحن السوريين انه نحن عم نشتري بلدكم بكل بساطه. بس كان في تعليق كنت على النقطه، نفس السؤال سالته لعمر، انا بشوف الاعلان هو رسائل داخليه بين الصراع داخل هذا الحلف، هو رسالة لإيران، يعني بين روسيا وإيران، بين روسيا وإيران صراع واضح سياسي عسكري صار، هلأ بياخد منها اقتصادي. يعني لما روسيا أعلنت مؤخرا على قاعات تحميمين سبقه إعلان كان إيران عندها رغبة أنه تتعمل ميناء جديد على البحر، ميناء عسكري جديد. هذا كمان يعني إعلان خطير ما كتير وقفنا عنده لأنه لسه كان تصريحات، في تشكيك فيه كمان، في تشكيك فيه، لكن بالنهاية ما هو مستبعد عن استراتيجية إيرانية، يعني بس تشكيك لدرجة أنه هو نوع من المناورة الإيرانية أنه نحن هنا، يعني بهالمعنى تماما. بس بالنهاية ما هو مستبعد، يعني إيران عم تبحث عن نفوذ، إيران بدها تثبت نفوذها في سوريا سواء يعني في مرحلة بشار ومرحلة ما بعد بشار. نحن داهمنا الوقت غسان، أنا حاب أسأل عن نقطة قبل ما ينتهي الوقت، هي مسألة أنه هل هذا المسألة مثل ما البعض ممكن يطرح من جمهور النظام والمدافعين عنه أنه بالنهاية انبسطوا هيك بكل بساطة، هاي وصلتوا البلد في مبررات معينة، انتوا جبتوا إرهاب وخراب وما بعرف شو، هذا طبعا طرحهم، وبالمقابل هو اللي وصلنا لهون. لا جمهور النظام باع نفسه، باع بالأساس، باع يعني باع رأيه. أنا نوصفه غسان، شو الجواب على هاي المسألة؟ السؤال التحديد حول هاي المسألة، يعني إنه بمعنى إن آخر نتحمل مسؤولية المعارضة بعد الثورة، هذا المسألة هي صارت هاي مسألة، هذا كلام يعني البلد. كلام لا يمكن يعني نوقف عنده بصراحة، لأنه ببساطة كل شيء صار بسوريا بما فيها ظهور داعش والقاعدة سبب النظام، يعني بلشت بعنف، بس عنف تجاه المتظاهرين وتحولت لحق إلى حرب، يعني أسباب طيب مسلسل واضح. بس هي الربط، بس هو الربط غلط، تمام 100% غلط، يعني لأنه سوريا بشار الأسد نظامه من وقت ما استلم حكم سوريا بال2000 لحد ما قبل الثورة السورية، يعني 2010 خلينا نقول، كانت الاتفاقيات واللي عم بيبرم مع ايران ومع روسيا كانت واضحه، كان عم يسلم البلد لايران، كانت السفاره الايرانيه عم تتوسع بالمزه،
الانتشار موضوع مثلا مثل بس بالمقابل انت عمر حكيت قبل شوي حكيت نحن عم نتبنى ايران دوله متخلفه تخيل الدوله الوحيده اللي اعطيناها امتياز معمل سيارات هي الفاشله سابا ايران في ألف دولة متطورة قبل الثورة هذا المسألة بس بالثورة وحتى غير هيك إنه أنت من شوي حكيت عمر على مسألة إنه سابقا بعهد حافظ ونظام كان في ندية كان في نوع من الندية بمعنى آخر لكن كان قائم كمان هذا الشيء مع دول أخرى أو بس هلا صار فج حتى بس أجاوبك على الجزء الأخير بتعلق في تحمل المعارضة المسؤولية بالنهاية المعارضة قانونيا لا تملك أي شيء من البلد يعني من مؤسسات بلد أي شيء لا تملك المعارضة فقط تمتلك رأيها ومواقفها وعملها فينا الثور. نقول العكس يعني معناته غسان بمعنى أنه هذا الأمر القائم تعاطي مع البلد كوكالة تباع وتؤجر لجهة أخرى هي مبرر ثورة بحد ذاتها وليس مبرر جديد يعني تماما أحد أسباب قيام الثورة إذا بدك يعني موضوع بيع البلد لأي حدا إلا سوري انتهى الوقت وبشكركم كثير كنتوا معنا بفقرة أورينت نت عمر وغسان ولقاءنا بتجدد الأسبوع القادم.